السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سنتكلم عن المحاضرة الرابعة، وفي هذه المحاضرة سأحاول قدر الإمكان اختصار المحاضرة والتركيز فقط على المهمات، كما تم الطلب من قبل الدكتور هيثم أو من قبل القسم. زين، نتكلم اليوم إن شاء الله عن الطريقة الانعكاسية بداية، ثم نتكلم عن العلاقة فيما بين هذه الموجات، ثم ننتقل إلى الطريقة الانكسارية. الطريقة الانعكاسية، ذكرنا هذه الطريقة هي إحدى الطرق الزلزالية. زين، وهذه الطريقة تستخدم حاليا بالعراق بالاستكشافات النفطية، وهذا الشيء ذكرناه احنا بالبداية. زين، شنو الطريقة الانعكاسية وعلى ماذا تعتمد؟ بالحقيقة هي جزء لا يتجزأ من الزلزالية ومن نظرية المرونة ومن الطريقة الانكسارية وحسب قانون سنر. وهذه الطريقة هي تعتمد على الموجة بانتقالها، وتعتمد على الخصائص الفيزيائية للمن للطبقات. كل احنا نعرف انه الارض تتكون من تكوين، تتكون من طبقات، وهذه الطبقات اغلبها احنا خلينا نقول الصخور الرسوبية، وبين يعني كل طبقة لها سمك معين وهكذا. وبالتالي هذه الطريقة راح من خلالها انتقال الموجة، والموجة عندما تنتقل حسب قانون سنر راح يصير بها انعكاس، وقد يكون انعكاس جزئي وقد يكون انعكاس كلي، وهذا الكلام راح نجي عليه. لكن هذا الانعكاس هو بالحقيقة بسبب اختلاف الخصائص الفيزياوية لهذه الأوساط، وكلامنا عن الأوساط نقصد به الطبقات، نقصد به هذه الطبقات شيل، ساندستون، لايمستون، جرانيت وإلى آخره. ولكن هذا الاختلاف راح نسميه الممانعة الصوتية. والممانعة الصوتية نقصد بها السرعة والكثافة. يعني شلون؟ يعني هذه الساندستون بها كثافة بها سرعة، ذن الاثنينات نسميه ممانعة صوتية. هاي هنا لها كثافة أو خصائص فيزيائية وسرعة للموجة، وبالتالي هذه الممانعة الصوتية تختلف عن هذه الممانعة الصوتية. زين، الفرق المهم جدا بين الانكسارية والانعكاسية هو أن الطريقة الانعكاسية ما تخلي شرط أنه لازم الطبقة الثانية سرعتها أو خصائصها الفيزيائية أكبر من الأولى، والثالثة أكبر من الثانية، والرابعة أكبر من الثالثة. لا، هنا الانعكاس يحصل في حالة كان الطبقة الثانية أكبر أو أصغر، ماكو مشكلة. زين، وبالتالي الأكاوستيك أمبيدانس اللي هي الممانعة الصوتية نرمز لها بالرمز زت، وهي تساوي فيلوسيتي في الدنسيتي. زين، هذا الكلام إنشائي عليكم حتى ما ناخذ وقت. بالطريقة الانعكاسية نستخدم عادة الهزازات، او يسموها بالفايبروسيس ات وورك ان ساند دونز، مثلا بالكثبان الرمليه وهكذا. هنا أنا راح تبدي هذه المصدر الطاقه، يبدي يولد طاقه، هذه الطاقه راح تنزل بباطن الارض بشكل دائري، ويبدي الموجات تحاول انه تجد سطح فاصل، ومن هذا السطح الفاصل راح يصير عندنا ما يسمى بالانعكاس. هنا شوف، هذا صار عندنا انعكاس، هذا انعكاس ثاني، انعكاس ثالث والى اخره. هنا أنا مثلا اذا كان عندنا شوف اختلاف، يصير عندنا توهين او
يعني يصير في التفاضل بآخر بالموجة وإلى آخره. يبدي هنا المستلم يستلم التايم، ومن عنده راح ننتقل إلى المعالجة والتفسير وإلى آخره. زين، إذا تلاحظون وياي النتيجة من هذه العملية راح يطلع يسميه the seismic section أو المقطع الزلزالي. طبعا هذا مقطع زلزالي قديم، هسه حاليا يطلع ملون ويطلع بأشكال كلش حلوة. المهم يفترض أنا أغيره، لكن هو يعطينا صورة. هذا المقطع الزلزالي وكأنما صورة عن طبقات الأرض بفقط الممانعة الصوتية. وإذا لاحظ الممانعة الصوتية هنا تختلف عن هذا المكان، تختلف عن هذا المكان وإلى آخره. لاحظ أنه الطبقات هنا مائلة، وممكن أنه يدخل هذا المقطع بتفاسير حسب المكان أو الموقع والبيانات الأخرى المتواجدة مثل حفر الآبار وإلى آخره. زين، بماذا نعتمد بهذه الموجات عندما تتحرك؟ راح نعتمد مثل ما اعتمدنا بطريقة الانكسارية، هنا ايضا نعتمد على قانون سنيل، لانه احنا ذكرنا انه الزاوية الحرجة اللي هي بالانكسارية هي نفسها زاوية السقوط اللي ولدت لي زاوية انكسار مقدارها 90، ومن عندها انا سميتها بالزاوية الحرجة. لكن اذا كانت زاوية السقوط اكبر من الزاوية الحرجة، راح شو يصير عندي هنا؟ راح يصير عندي انعكاس كلي نسميه بالتوتال ريفلكشن. ولكن عندما تكون زاوية السقوط اقل من الزاوية الحرجة، هنا شنو اقل؟ لا هي زاوية حرجة ولا هي اكبر، كلامنا القديم اللي جزء ينعكس وجزء ينكسر. وانت اذا راح يصير عندي هنا اذا كان عندي وسطين لهم سرعتين كثافتين الى اخره، راح يصير عندي اكو شيء اسمه معامل الانعكاس اللي هو الريفلكشن كوفيشنت، اللي هو بالحقيقه راح يعتمد على يعني ممانعه صوتيه. والمعامل الانعكاس يعني راح نقول ممانعه صوتيه للطبقه الثانيه ناقص الاولى، وممانعه الطبقه الثانيه زائد الاولى، واللي احنا رمزنا له بالرمز زد 2 ناقص زد 1 والى اخره. هذه معامل الانعكاس اللي هو يربط علاقه طبقتين سويه. زين، يقول بعد ما نلتقط الموجات بواسطة اللاقطات المنشورة على سطح الأرض، نرسل إلى وحدة التسجيل اللي شفناها، هذه وحدة التسجيل تمام هذه، وتسجل نعم على أشرطة مغناطيسية. احنا عندنا بالاستكشافات النفطية دزوها لبغداد، وهناك اكو فريق متخصص وذات خبرة عالية يبدي شي يسوي، يجرى عمليات المعالجة. المعالجة هنا كلمة معالجة نقصد بها يسموها الإعدادية والمتقدمة، يعني بدائية والمتقدمة. هنا يبدون يرفعون أو يحذفون النويز الضوضاء، ويحاولون الإشارات الحقيقية الجاينة الممانعة الصوتية الحقيقية للطبقات يحاولون يقوون من عندها. زين، وبالتالي راح تظهر المعلومات بشكل مقطع زلزالي مثل هذا نهائي جاهز لعملية التفسير. زين، أيضا في الطريقة الانعكاسية هناك قاعدة اسمها قاعدة العالم فيرمات. هذه القاعدة شو تقول؟ تقول يابا الأشعة تصل نقطة محددة من مصدر طاقة معين وترجع مرة للجيوفون بطريقة الزمن الأقل، less time principle. يعني شلون وضح لنا اكثر؟ يعني يقول يا ابو هذا بس للتوضيح انه الموجه دائما اللي تصير بطبقات الارض انه دائما تاخذ مسار الزمن الاقل، اللي هو مثلا بهذا المثال يقول لو كان عندنا مسار موجه من نقطه اي الى بي، ثلاث احتمالات 1 و2 و3، يقول لا دائما هو تاخذ المسار الاقل زمن. زين، الاقل زمن مثل ما يقول لك less time less distance، بعد راح ياخذ زمن اقل يعني مسافه اقل. مبدا هايكنز شرحته لكم، واللي هو احنا نفسر انه جبهه الموجه شلون جاي تطور نفسها، وجبهه الموجه تولد جبهه موجه اخرى، وهكذا تستمر عمليه انتقال الموجه.